السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشوفوا لا فورم دون انستركسيون اي لا تاي دو دي انستركسيون دو 80-85. قبل ما نفوتوا لا فورم اي لا تاي لا فورم ولا تاي تاع الانستركسيون، لازم نشوفوا لي نيفو دو لونجاج دو بروغراماسيون. لهنا الحاجة اللي راهي نعرفوها راهي موجودة اكتويلمون، سموها لونغا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. واش معنى بروغراماسيون اورينتي اوبجي؟ معناه قال بار اكزومبل باش نكتب انا ان بروغرام، قال مثلا نحب نكري ان فناتر، لونغاج دو بروغراماسيون يكري لي ان فناتر، قال مثلا كيما هكذا، ويعطي لي على الانتيريو ويعطي لي البروغرام تاع لا فناتر هذه. هذه سموها بروغراماسيون اورينتي اوبجي. قال مثلا كيما نعرفوا لهنا الفناتر اللي ما فين نشوفهم العاديين، قال هذه لا فينيتر باغ اكزومبل نكريها بلو لونغاج غرافيك. هو يعطي لي قال مثلا يعطي لي الاخر، قال مثلا نحب نكري ان بوطون هنا باغ اكزومبل على الانتيريور، نكري ان بوطون هنا يكريه لي لونغاج هذا اورينتي اوبجي. مثلا هنا نكليكي سور اوكي راح يدير اون اوبيراسيون معينه. فوالا، هذه البروغراماسيون اورينتي اوبجي. لهنا كاين بزاف دو لونغاج، كاين سي بلس بلس، سي شارب، ديلفي، بايثون، جافا، انسي دو سويت. اسفل منهم سيتادير هذو لي لونغاج اورينتي اوبجي راه مخدومين اباز دو سي لونغاج. مثلا لا فينيتر هذه هو كيكري لك هكذا، راه يعطي لك المقابل تاعها لونغاج، ان بروغرام مكتوب هذه لونغاج. قال مثلا هذه لي لونغاج ايفولي نعيطو لهم، قال مثلا كان باسكال، سي، فورترون، انسي دو سويت. هذو لي لونغاج اللي كيما نعرفو، قال مثلا كيما نعرفهم العاديين في اللغة، قال مثلا بوك فور، قال مثلا فور اي تيكال مثلا تيكال زيرو، قال مثلا اي بلس بلس، قال مثلا ديس فار كذا باغ اكزومبل ندير كذا. هذا مثلا هذه قال مثلا بوكل تاع مثلا لونغاج مثلا قال سي ولا فورترون ولا باسكال، قال مثلا نعرف لا بوكل واي سي دي سويت. هادو سيتادير هذا كي نكتب انا بروغرام منا راح يهبط لهنا، ومن بعد كي نكتب انا بروغرام بهذا اللونغاج وراح يروح لونغاج اسامبلور، راح يروح لونغاج اسامبلور. لونغاج اسامبلور سي كوا؟ باش نفهموا لونغاج اسامبلور نسبقوا نبداو في لونغاج ماشين، نفهموا سي كوا لونغاج ماشين، ومن بعد نعاودوا نرجعوا لونغاج اسامبلور. لونغاج ماشين كي نقول لونغاج ماشين سي تادير كامل متفاهمين باللي كي نقول لونغاج ماشين معناها عندي سولمون دي زيرو اي دي ان. كي نقولوا دي زيرو اي دي ان معناها عندي دي تونسيون 0 فولت اي 5 فولت ولا 3 فولت ولا 2.5 فولت ايت سويت. تادير عندي دو زيتا سوا 0 سوا 1. هذا لونغاج ماشين سي تادير هذا اللي يفهمو لو ماتريال، باسكو انا نشوفو ديريكتومون يجي لنا بعد لو ماتريال، الماتريال يقدر يفهم هذا لونغاج 0 اي 1 باسكو سي سون دي تونسيون تاع 0 فولت ولا 5 فولت. سي بون، هذا اللي يقدر يفهم لونغاج ماشين. مي حنا ما نقدروش نكتبو ديريكتومون باللونغاج ماشين، سي تادير يكون يعود عندي ان بروغرام مكتوب دو سيت فاسون، مثلا هكذا ان بروغرام مثلا هذا سيت ان بروغرام، قال مثلا سيت 60 مثلا بوكل. شكون اللي يقدر راح يقدر يفهم هذه؟ سي طري سي امبوسيبل، اون بو دير سي امبوسيبل. سي تادير واش هو لا سوليسيون؟ لا سوليسيون اني نعاود نشد قال على حساب لا طاي مثلا، على حساب على حساب لو بيز دو دوني تاع الميكرو بروسيسور اللي يخدم به. قال مثلا اذا كان مثلا وي بيت راح نقسم هذو لي دوني، راح يكونوا وي بيت وي بيت، راح يكونوا وي بيت، وشاك انستركسيون نعطي لها اوب كود ابليتو، نعطي لها مينيمونيك. اش معنى مينيمونيك؟ نعطي لها اسم، قال مثلا هذه، قال مثلا هذه لوبيراسيون دير لي مثلا لاديسيون، قال هذا مثلا اونتر لو نومبر، هذا مثلا هذا لو نومبر ا وهذا لو نومبر بي. قال مثلا لوبيراسيون اللي بعدها، قال مثلا دير لو ترونسفير، قال مثلا موف مثلا باغ اكزومبل. فوالا، هذا واش نسميه؟ هذو لي مينيمونيك هذو نسميهم لونغاج اسامبلور. لونغاج اسامبلي. من بعد يجي بعدو لي لونغاج، هادو لي لونغاج دو باس، هادو لي نيفو با. نيفو با وهادو نيفو
هادو هل لي لونغاج هادو ايفولوي جينيرالمون جينيرالمون يهتموا بهم لي زانفورماتيسيان بوكو بلوس مي بالنسبه لي ليزيكترونيسيان لي زيكتروتكنيسيان لي سوتوماتيسيان يحتاجوا بزاف قال مثلا لونغاج سي ومع لونغاج اسامبلور ولونغاج ماشين. لونغاج ماشين انا قلنا ماشي راح يوتيليزيه لوتيليزاتور مباشره، انا راح يستخدم لونغاج اسامبلور اللي هو قلنا سي امبوسيبل باش نكتب انا بدي زيرو اي دي ان. واش ندير؟ قال نلم هذو لي نومبر هذو، قال مثلا اذا كنا نخدموا مثلا قال ان بروسيسور مثلا كما في الحاله تاعنا قال مثلا 80 85 نعرفوا بلي سيستم ميكرو بروسيسور بي بيت معناه واش راح يكونوا لي انستركسيون راح يكونوا فيهم كامل وي بيت وي بيت وي بيت. قال مثلا هذه انستركسيون وي بيت هذه انستركسيون وي بيت، راح نعطي لهم كل انستركسيون نعطي لها انا ليوتيليزاتور مثلا يقعد يكتب لو كود تاعها، مي هي من بعد كي تجي كي تحول تتحول لهنا تحول لهنا اللونجاج اسامبلور. شكون اللي يحول لي مثلا قال منا لهنا ولا منا لهنا؟ نسميه لو كومبيلاتور. لو كومبيلاتور كومبيلاتور تو سامبلومون لوبيراسيون تاعو هذا سامبل. قال مثلا هذا لو كود تاع الانستركسيون اد مثلا، كي يلقى هذه راح اوتوماتيكمون كي يلقى كلمه اد هو راح يعطي لها لو كود هذا وراح تحول لونجاج ماشين راح يقدر يفهمه لو ميكرو بروسيسور. فوالا هذه جوست اون انتروداكسيون باش نفهموا واش معنى لونجاج ماشين واش معنى لونجاج اسامبلور. معنى لونجاج ماشين واش معنى لونجاج اسامبلور، شفنا لي ديفيرون نيفو دو لونجاج دو بروغراماسيون. دونك نفوتو ليتاب سوفونت اللي هي فورما الى تاي دانستركسيون. فوالا بالنسبه لو 80 85 كما قلنا 80 85 سي تان ميكرو بروسيسور 8 بيت كما شفنا كي نقولوا 8 بيت معناه يهمنا لو بيس دو دوني، هنا بيس دو دوني تاعو وي بيت معناه لي دوني راح كامل يتريتيهم اون وي بيت، سي تادير إذا دار عملية جمع مثلا يدير وي بيت زيد وي بيت، إذا دار جمع طرح يدير وي بيت ناقص وي بيت، إذا دار مثلا أند يدير وي بيت أند وي بيت، ما يقدرش يدير مثلا 16 ولا 32 يخدم وي بيت راح توجور يبقى وي بيت. واش معناه لهنا؟ معناه ليزانستركسيون تاعو راح يكون وي بيت. كي نقول وي بيت أنا واش نعرف أنا؟ عندي دو بيسونس 8 واش يساوينا؟ يساوينا 256. واش معناها؟ معناها انا في الحاله القصوى راح يكون عندي 256 انستركسيون. سيتادير امبوسيبل باش انا نتحصل اذا كان انا لي انستركسيون تاعي راهم بيت، معناها امبوسيبل باش راح نتحصل على انستركسيون على نومبر دي انستركسيون اللي يكون اكثر من 256 انستركسيون. سيتادير لو جو دانستركسيون اللي هي نسميها لو جو دانستركسيون ولا انستركسيون سيت بالانجليزيه، لو جو دانستركسيون تاعو لو جو دانستركسيون مستحيل راح ديباسي مستحيل يعني لو ماكس تاعها راح يكون 256. مي حنا واش نلقاو؟ نلقاو مش مستخدم 256 مستخدم قل. دوك راح نشوفوا السبب واش هو. اول حاجه لازم نعرفوا الفورما تاع الانستركسيون تاع الميكرو بروسيسور تاعنا 80 85. اي انستركسيون في 80 85 راح يكونوا فيها دو بارتي. لا بروميير بارتي اللي نسميها الاوب كود. اش معنى الاوب كود؟ معناها كود اوبيريشن، الكود تاع الاوبيراسيون هذه اللي راح نديرها معناها كود اوبيراسيون. لا كود اوبيريشن اوب كود جي من كود اوبيريشن لا اوبيريشن كود operation انجليزية operation code ولا بالفرنسية le code d'opération. voilà شو هو le code d'opération؟ هو الاوبيراسيون في حد ذاتها لو كود تاعها اللي هو راح يتكون من دائما من ثمان ارقام. نعرفوا باللي مادام عندي بي بيت اول رقم واش راح يكون؟ راح يكون وي زيرو، ويبداو يتغيروا الارقام حتى نوصل لاخر رقم اللي هو ويت ا ا ا ا ا
معناها الاوب كود هذا راح يكون واحد من الارقام، واحد من ضمن هذه الارقام اللي راح يمثل لي العمليه اللي راح نقوم بها. لهنا الاوبيروند واش راح يكون؟ الاوبيروند واش كحيدا قادر يكون؟ قادر يكون دوني ويبيت، قادر يكون ان دوني رقم، دوني ويبيت بصح الرقم ما لازمش يفوت ويبيت. قادر يكون ريجستر كما شفنا، عندنا لي ريجستر اللي شفناهم، قال لي ريجستر جينيرو بي سي دي او اش ال. قادر يكون قلنا ان دوني، قادر يكون ريجستر، قادر يكون ادريس، ادريس دين كاز ميموار. واش معناها هكا يعود ادريس؟ حنا الادريس شفناها، شفنا البيز ادريس تاعو فيه 16 بيت، معناها كي يبعث ادريس الكاز ميموار راح يبعثها سو فورم دو 16 بيت. دونك نشرحوها. هنا مثلا قال مثلا حبينا نديرو اد، اد مثلا هي عملية جمع، اد هي اوبيراسيون داديسيون، اد هي سي اوبيراسيون داديسيون. اد سي اوبيراسيون داديسيون، عندها لو كود تاعها، لو كود تاعها جو بونس الله اعلم واقيلا 32 جوبلي لو كود تاع هذا الله يعلم 32 ولا 33 لي سونفيرو هذيك. واش معنى كي نقول 32؟ معناها يتكتب سو فورم دو وي بيت، معناها كو كون 32 مانيش متاكد منه، صدر كو كون 32 راح يكون قال مثلا 0 0 1 1 0 0 1 0. كون كون 32 معناها راح يتكتب هكذا، هذا اللي قلنا يكون وي بيت، هذا نسميه الاوب كود، هذا نسميه الاوب كود. انا كي نقول له اد اجمع، واش راح نقول له اجمع؟ لازم نعطي له لوبيرانت، لازم نعطي له لوبيرانت يجمع ماذا؟ يجمع رقم مع رقم. قال مثلا هنا قادر واش نعطي له انا؟ نعطي له نقول له اد، اد مثلا ديس، ديس في ماو اونيكزا ديسيما، باش انا نتعامل بوي بيت. انا كي نقول ديس معناها راح تكتب اونيكزا اون بينار، راح تكتب سات فورم. هذه ديس، نقول له اد ديس. واش يفهم لهنا؟ قلنا هنا هذا الاوب كود، لو كود دوبيراسيون، وهذا دوني وي بيت. لهنا يجمع هذه، احنا قلنا في الجمع دائما يحضر الاكيميلاتور مع الريجستر اكيميلاتور. احنا من قبل وش قلنا؟ قلنا لهنا عندي، عندي يونيتي اريتميتيك اي لوجيك، قاعده الحساب والمنطق، ريليل دو ريجستر، ريجستر تومبورير، والاخر الاكيميلاتور. هذا الاكيميلاتور وهذا الريجستر تومبورير، فوالا. وفي زوج رايحين البيز دو دوني، ومننا عندي لو لهنا ثاني رايح البيز دو دوني، البيز دو دوني بيبيت، ومن لهنا عندي ريجستر ديتا، ريجستر ديتا ثاني مربوط مع البيز دو دوني. نقولوا انا مثلا اد ديس، واش يدير؟ يجيب الديس لهنا، يحطها لهنا في ريجستر تومبورير، ولهنا راه عنده كونتينيو تاع الاكيميلاتور سيتي بوشرا فيه، يدير لوبيراسيون لهنا تاع الجمع، ومن بعد يعاود يبعث الريزلتات تكون لهنا. الريزلتات راح تكون، الريزلتات فينا راح تكون لهنا، يعاود يحط الريزلتات لهنا. هذه اوبيراسيون. قادر نقول انا اد، نعطي له لوبيراسيون هذه بشكل واحد اخر، نقول له اد، عاد مثلا بي. واش يفهم؟ يفهم يروح للريجستر جينيرو. حنا شفنا من قبل بلي عندنا ريجستر جينيرو، واش قلنا في ريجستر جينيرو؟ عندي لهنا البي سي دي او اش ال. لهنا كي نقولوا اد بي، مثلا يروح يهز الكونتينيو تاع الريجستر بي، المحتوى تاع الريجستر بي، ويروح يجمعو مع لاكيميلاتور، سادير يحط لهنا البي ولهنا لاكيميلاتور، من بعد يجمعهم، يعاود يحط الريزيطا لهنا.
فوالا قادر نعطيها له دي نوتر فاسون. واش نقول له؟ نقول له اد نعطي له لادريس تاع اون ميموار، قال مثلا 2000 2000 هنا نشوفوها بلي هذه 16 بيت ماشي 8 بيت، هذه هي قلنا اون ادريس ميموار. واش معناها لهنا؟ معناها يروح لا ميموار، يروح لا ميموار، لا ميموار يروح لي بيس دو دوني، يروح لا بوزيسيون، يروح لا بوزيسيون 2000، هذه بوزيسيون 2000 قلنا مادام لادريس راهي 8 بيت، يهز لي 8 بيت هذو لهنا يجيبهم يحطهم هنا في ريجيستر تمبورير، كونتيني تاع الميموار لهنا يحطو في ريجيستر تمبورير، ويهز لاكوميلاتور ويجمعهم يعاود يحطو ريزيطا لهنا. فوالا لهنا واش قلنا؟ قلنا هذا لا بريمير بارتي سي لو اوب كود، هذه توجور لو اوب كود لهنا عندي لهنا لهنا قدا راح يكون فيه الاوب كود لهنا. الاوب كود كاينه 60 14 اش عندي لهنا؟ عندي 60 14 اوب كود، كاين 60 14 اوبيريشن كود 80 85 في 60 14 اوبيريشن كود. اوبريشن كود سادير ماهوش خادم بال، لكن لازم نشوفو ما هذا كود اوبريشن. من بعد نشوفو باللي لهنا مثلا كيما لهنا اد، الاد هي اد نفسها بصح لهنا واش حطينا لها؟ هنا حطينا لها وي بيت، هنا حطينا لها ريجيستر، وهنا حطينا لها ميموار. سادير اد هذه رغم انه اوب كود واحد فريد، اوب كود واحد فريد، لكن لهنا الانستركسيون تبدل، سادير لو كود تاع الانستركسيون كيما راح يتبدل. تدير واش راح يولي عندي؟ راح يولي عندي المجموع، ما هو مجموعه 200. تدير هذه لهنا وعندهم دوطر متغيرات مثلا كيما لهنا قادر يكون ريجستر بي سي دي او، هذو كل واحده راح يكون عندها الكود تاعها. باه من بعد في الـ في اللونجاج ماشين كي نبدل اللونجاج ماشين يعرف كي يلقى اد يعرف الاد هذه اسكو تحتاج لهنا دوني يستنى الدوني ويبيت، اسكو هذه تحتاج ريجستر ويحوس على ريجستر، اسكو هذه تحتاج واش من ريجستر يحتاج باش كي يلقى مثلا قال اد، قال اد مثلا لو ريجستر تاعها بي عندها كود، اد لو ريجستر تاعها مع ريجستر سي مثلا قال راح يجمع السي مع الاكيميلاتور عندها كود، قال مثلا اد اللي راح يجمع ال مع الاكيميلاتور عندها كود، سي تادير باش ما باش ما باش ما تخلطلوش لهنا راح يولي المجموع تاعهم. قال مثلا كون نحسب اد هذه نلقى فيها عدد 10 والله المجموع تاعهم راح يكون 246، راح تحصل على 246 الحمد لله انستركسيون. هذا هو نوبل ديستريكسيون مي اوب كود عندي 74 فقط، عندي 74 اوب كود مي عندي 246 انستركسيون. مين جا هذا النمبر تاع 246؟ بعد نشوفوا باللي طري فاسيل، قال مثلا كيما لهنا برك باش نبدل، كي نبدل لهنا لو ريجستر باك راح يكون عندي سي 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 انستركسيون ات، هما نفسهم اد وانما تكون على اختلاف تاع لوبيروند، كي تغير لوبيروند راح تغير تغير الانستركسيون الانستركسيون صافي الكود كومبلي تاع الانستركسيون راح يتشونج. فوالا هذا بالنسبه هذا بالنسبه للفورما تاع الانستركسيون. دوكا نروحوا لا طاي تاع الانستركسيون، دوكا نروحوا لا طاي د الانستركسيون. طاي د الانستركسيون عندي انستركسيون تاع ان اوكتي، انستركسيون دو طاي ان اوكتي، دو طاي ان اوكتي. لاحظوا لهنا اظن كما راكم فهمتوا على ان اوكتي معناها عندي غير الاوب كود، تقدير الانستركسيون تاعي فيها غير الاوب كود. قال مثلا نهزو الانستركسيون سيفونت، قال الانستركسيون تاعي في الحاله هذه فيها غير الاوب كود، مثلا نهزو سي ام اي، سي ام اي هذه واش معناها؟ كومبليتي لاكيميلاتور. واش معناها؟ تروح لاكيميلاتور، قال مثلا لاكيميلاتور اذا كان لا فالور تاعو هذه هي نديرو لو كومبليمون ا، واش يولي؟ يولي 0 0 0 1 0 0 1 0 نغلط هذا سيد هذا سي ام اي. هذه لهنا ما تحتاجش الاوب كود،
كومبليمنت اكيميليتر اوتوماتيكمون غير تجي الاخر تاعها تفهم باللي راح ندير الكومبليمنت تاع الاكيميليتر. هذه الانستركسيون شو الاوبكود تاعها؟ الاوبكود تاعها هو دو اف. هذا الاوبكود تاعها هو دو اف. عندنا دوطر انستركسيون قال مثلا كيما عاد مثلا كيما نشوف كون قبيل نلقاو مكتوب لهنا بار اكزومبل نلقاو مكتوب لهنا لوبيراند. مي لوبيراند اش قادر يكون؟ قادر يكون ريجيستر. قادر يكون ريجيستر لهنا راح تبقى ان سور اوبت. هذه معلومه مهمه. قال مثلا كون نكتب لهنا اد كون نكتب لهنا اد نقول مثلا بي ان هنا ما عندوش ما يحتاجش حاجه اللي راح يخبي فيها المعلومه مش راح تطلع لها طايم تولي دو اوكتي راح تبقى انسول اوكتي. علاه؟ بس كل هنا كي نقول له اد بي هذه كم راهي عندها انسول كود تقدر كي يفهم كي يلقى اد قال مثلا هذه كما كنا نتكلموا الاد بي هي ديفيرون على الاد سي هي ديفيرون على الاد اش هي ديفيرون على الاد اي كل واحده عندها الكود تاعها سي تقدر يفهم وي بيت كي تجي لهنا الوي بيت هذه يفهم باللي كي تجي الكود تاعها يفهم باللي راهو هنا يتعامل مع الريجستر بي راح ياجوتي لو راح يجمع البي مع لو ا. فوالا نفوتو الدوزيام انستركسيون انستركسيون دو تاي دو اوكتي انستركسيون دو تاي دو اوكتي. احنا علاه نحتاج دو اوكتي؟ معناها عندي لوبيرونت هنا عندي لوبيروند ولوبيروند واش راح يكون فيه اوتوماتيكمون مش لوبيروند كيما هنا راح يكون ان فالور سادير لازم نحتاج اون كاز ميموار باش نخبي لا فالور هذه راح تكون ان فالور وي بيت راح تكون ان فالور وي بيت على هذه اللي ولات لاطاي لهنا دو زوكتي. قال مثلا ام في اي هذو لي زانستريكسيون راح نعرفهم من بعد زانستريكسيون بار انستريكسيون هنا باكي ندو دي زيكزامبل ام في اي ا قال مثلا 28 اش معنى لهنا هذه الانستركسيون لهنا هذه ستين انستركسيون هذه انستركسيون دو دو زوكتي. على دو دو زوكتي لوكتي الاول هو هذا الاوبكاد الاوبكاد ولا ولا انستركسيون ولا الاخر تاعو الويت بيت الدوزيام باش نخبي فيهم لا دوني هذه تاع وي بيت سي دوني وي بيت تادير لازم الانستركسيون هذه لازم لها دو في لا ميموار لازم لها دو زوكتي. لهنا هذه الاخر هذه الانستركسيون هذه لهنا الاوبكود تاعها هو 3 اي هو 3 اي الاوبكود تاعها هو الاوبكود تاعها هو 3 اي ان في اي هذه واش معنى ان في اي موف ايميديت موف ايميديت واش معناها مهز لا دوني هذه ايميديت مو يعني هز لا دوني هذه 28 اللي 28 روح اي او اي مكتوبه في البوزيسيون لي بوزيسيون مو هز لا دوني هذه 28 وين ديها حطها في لاكيميلاتور. هذا واش معنى دي الانستركسيون؟ معناها هو كي يلقى 3 او يفهم باللي راهي تتعامل مع ا ماشي مع بي ماشي مع سي ماشي مع الاخر وتحتاج ان دوني لهنا لازم يروح يقراها اللي هي 28 تستدير لهنا لو ديكودور دي انستركسيون كي تجيه كي يجيه لو كود هذا 3 او يفهم باللي راهي مازالت ان دوني تاع وي بيت اللي راح تحط في لاكيميلاتور راح يقرا لا دوني هذه ويحطها في لاكيميلاتور. هذه لا طاي واش لازم لها؟ لازم لها دو زوكتي. لوكتي الاول نخبي فيه اللي 3 هو 3 او نخبي فيه الانستركسيون كود الكود تاع الانستركسيون وال 28 لوكتي دوزيام نخبي فيه لو 28 دوكا عندي تروازيام تيب دانستركسيون سون دي دانستركسيون دو تاي 3 اوكتي. انستركسيون دو تاي 3 اوكتي فوالا هذا اوتوماتيكمون على 3 اوكتي رايح نحتاج لوك لوبيروند واش راح يكون؟ راح يكون ان ادريس ميموار كما لهنا نبدو ليكزومبل هذا لود اكيميليتور شارجي لاكيميليتور باي شارجي بلا فالور اللي راه موجوده في الادريس 2000 لهنا يشارجي لاكوميلاتور باه بالكونتيني تاع لا فالور اللي راه موجوده في لادريس 2000 واش معناها؟ معناها يجي لهنا يروح لا ميموار يروح لا بوزيسيون 2000
لا بوزيسيون 2001 يقرا فيها، قال مثلا يلقى فيها مثلا اف 2 مثلا اون اكزا ديسيمال، يهز الاف 2 هذه وين يديها؟ يديها ريجستر اكيميلاتور، يهزها منها يديها يحطها في الاكيميلاتور. هنا واش معناه؟ شارج الاكيميلاتور بالكونتينيو تاع لادريس ميموار 2001. احنا علاه قلنا هذا طاي 3 اوكتي. الاوكتي الاول هو تاع لو كود تاع لوبيراسيون اللي هو 3A، لو كود تاعها ال دي اي 3A، ولو كود الدوزيام تاع هذه اللي هنا عندي فالور 16 بيت، تادير هذو وي بيت رايحين كلهم لازم بوزيسيون ميموار، وهذه راح تكون بوزيسيون ميموار. دوكا باش نسهل لكم الامور، دوكا هذا نحاولوا نكتبوا البرو لي تروا انستركسيون هذو، نعتبروا مثلا بلا عندنا اون ميموار، اون سيبوز هذه هي لا ميموار تاعي. لهنا واش قلنا؟ هنا عندي ان اوكتي، هنا عندي دوز اوكتي، صافي 3، لهنا 3 سي اوكتي. سي اوكتي مثلا قال هذه بارتي من لا ميموار، هذه بارتي من لا ميموار، يعني لا ميموار مازالت مازالت الفوق ومازالت أسفل. لهنا هذه عندي فيها شون واحد اللي هو سي ام اي. هنا مثلا قال من لا ميموار، مثلا البروغرام تاعنا هذا اللي فيه تروا انستركسيون، هذا قال يبدا مثلا من لادريس ميموار 1000 ميل اش، لهنا واش راح تكون؟ هذه راح تكون ميل ان اش، هذه راح تكون ميل دو اش، هذه ميل تروا اش، هنا ميل 4H، هنا ميل 5H. لهنا الانستركسيون هذه واش تحتاج؟ ما تحتاج والو، راح نكتب ديريكتومون غير الاوب كود اللي هو دو اف. معناها كي نجي نقرا هنا، نجي نقرا البروغرام تاعي، نروح لادريس دومين، نبدا نقرا البروغرام، نلقى دو اف يفهم لاكيميلاتور، يفهم الريجستر دانستركسيون، يفهم بلي راه يدير لو كومبليمون تاع لاكيميلاتور. فوالا، دوك نجي للانستركسيون دوزيام اللي هي MVI move immediate 28 حطها في الاكيميلاتور. الاوب كود تاع ال MVI A وشنو هو؟ هو 3E، ولهنا 28 راح تحط 28 على هذه اللي قلنا لازم ندوز اوكتي. مي كون جات لهنا مثلا كيما لهنا بي، ما يحتاجش لهنا كاين ان فاليو لازم تقرا، كون جا كونتينيو تاع ريجستر ما يحتاجش يعرفه وحده، لهنا مادام لهنا راح تكون 28 لازم يقراها. هذه الانستركسيون دوزيام. الانستركسيون تروازيام لو كود تاع ال دي اي هو 3A، ومن بعد لهنا لادريس لازم لها دوز اوكتي. لوكتي الاول يتحط في اللي هي 20 تتحط في وي بيت، واللوكتي الدوزيام اللي هو 0A يتحط في وي بيت. فوالا بهذه الطريقه نكون ان شاء الله فهمنا لي تاي، علاه عندنا ديفيرون تاي، واحد لي زانستركسيون يتقسموا لثلاثه، كاين اللي فيهم يحتاجوا ان اوكتي، كاين يحتاجوا دوز اوكتي، كاين يحتاجوا تروز اوكتي. وفهمنا اوسي باللي لي زانستركسيون تاعنا فيهم دو شون، الشون الاول اللي هو الاوبيريشن كود، راه كود دوبيراسيون، والشون دوزيام اللي هو لوبيراند. لوبيراند هذا قادر يكون ان دوني تاع وي بيت، فالور معناتها قيمه تكون من وي بيت، قادر يكون ان ادريس ميموار، يكون ادريس ميموار اوتوماتيك راح يكون 16 بيت، ولا قادر تكون ريجستر. فوالا هذا بالنسبه للفورما اي لا تاي دو لانستركسيون. بربي ان شاء الله في الفيديو الجاي نحاول نشوفوا لي ديفيرون مود دادريساج قبل ما نبداو في لي انستركسيون، انستركسيون بار انستركسيون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.